طارق حرب شباب، معكم شركيال وشركة كيف، جالكم فيديو جديد. طيب شباب، أمس صار شيء جدا جدا ضخم بعالم ألعاب الفيديو أو الفيديو جيمز، اللي هو انفصال استوديو بانجي عن اكتيفيجن. ففيديو اليوم راح أحكي تفاصيل هالخبر وشو هالخبر راح يأثر على كول اوف ديوتي أو الزومبي، هل راح يكون شيء كويس أو لا. فخلنا نتكلم عن التفاصيل. طبعا اللي ما يعرف، بانجي احد اشهر الاستديوهات بعالم الالعاب وعالم الفيديو جيمز. بلش بلعبه هيلو، او كان له العاب قبل هيلو بس انشهر من لعبه هيلو اللي كانت هيلو 1 هيلو 2 هيلو 3 على الاكس بوكس، وظل يعمل العاب هيلو. واللي ما يعرف، العاب هيلو شيء جدا ضخم، بس عندنا هون بالشرق الاوسط ما نسمع عنها، لانه معظم الناس بالشرق الاوسط يلعبوا بلاي ستيشن وهيلو كانت حصريه للاكس بوكس. بس هيلو على ايامها كانت كشهره كول اوف ديوتي، اذا مو اشهر، كانت هيلو كول اوف ديوتي اضخم شيء على ايامها. فالمهم كانت هي تسوي هيلو. بعدين على تقريبا 2007 2008 بانجي مثل طلعت من مايكروسوفت. كانت مايكروسوفت هي الببلشر تبع بانجي، كيف اكتيفيجن مع انفينيتي وورد ولا ات رايارك وهالشركات الثانيه، كان نفس الشيء بين مايكروسوفت وبانجي. وبانجي طلعت واستقلت لحالها، بس ما قدرت تاخذ حقوق هيلو، فحقوق هيلو ظلت مع مايكروسوفت. وما ادري شو صار بعدين، رجعوا يشتغلوا معهم او شيء. المهم صار بانجي استوديو مستقل. لحديت 2010 اجت اكتيفيجن وعملت شراكه مع بانجي، شراكه لعشر سنين انهم يعملوا لعبه ديستني. فصارت اكتيفيجن شراكه مع بانجي، مو انه اكتيفيجن هي انه مو نفس اكتيفيجن مع شركات كول اوف ديوتي اللي هي سلج هامر انفينيتي وورد وات رايارك، انه اكتيفيجن مالكه الشركات. لا، كان شراكه بين اكتيفيجن وشراكه بين بانجي انه يعملوا ديستني لمده 10 سنوات. فكانت بانجي هي تسوي اللعبه واكتيفيجن هي الناشر. فضلوا عملوا ديستني 1 وعملوا ديستني 2. بعدين على بداية ديستني 2 في قاعدة تطلع تويتات على تويتر من الناس اللي اشتغلوا ببنجي، قاعدين يعني يتكلموا انهم مستائين من اكتيفيجن، مستائين انه مثل اكتيفيجن همها الفلوس، او قاعدة تحرك الشركة على اسلوب معين مشان يطلعوا فلوس اكتر، وهم ما يبوا هالشيء. فقاعد تطلع تويتات من اشخاص من الشركة نفسها، وبلشوا الناس يشكوا انه العلاقة بيناتهم مو كويسة. اخر حزمة فورسيكن لديستني كانت حزمة ناجحة، كان كلها على ارادة بانجي هي اللي سوتها، ما دخلت فيها اكتيفيجن. بس بعدين اكتيفيجن يعني اثبتت انه او حكت انه مستاء من هالشيء، لانه فورسيكن ما طلعت لهم ارباح اللي يبوها. اظن ما لعبت فورسيكن، انا لعبتها بشكل جدا قليل، بس اظن فورسيكن ما كان فيها يعني ما في اشياء تشتريها جوا الحزمه، بس تشتري الحزمه وخلاص، فمشان هيك. فالمهم انه ضلت تويتات اشياء مخفيه تطلع بيناتهم، لحديت ما طلع الخبر اليوم انه تم الانفصال بشكل كامل عن بانجي واكتيفيجن. صارت بانجي مستقله واكتيفيجن مستقله، وبانجي اخذت كل حقوق لعبه ديستني. فهلا اكتيفيجن ما لها اي علاقه بديستني، بانجي صارت استوديو مستقل للعبه لعبه ديستني، نفس استوديو سي دي بروجكت اللي يعمل ذا ويتشر كمان، هذاك مستقل. فايه صار حاليا بانجي من اكبر الشركات المستقله، وممكن يستحوذ عليها اي شركه. ممكن الحين تجي مايكروسوفت تقول لهم ايوه تعالوا مع بعض. لو اجت على مايكروسوفت عادي جدا ديستني القادمه ما تنزل على البلاي ستيشن، تكون حصريه بس للاكس بوكس، او تصير تنزل على الجهازين بس تصير حصريه الاشياء للاكس بوكس بدل البلاي ستيشن، لانه ديستني حصريه على البلاي ستيشن حاليا، انه هي اسلحه واشياء تنزل على البلاي ستيشن قبل، لانه اكتيفيجن موقع عقد مع بلاي ستيشن، عشان هيك كل شيء على البلاي ستيشن لديستني يجي قبل. فحاليا مع الاشياء القادمه اظن راح تنزل على البلاي ستيشن وعلى الاكس بوكس بنفس الوقت، ويمكن بعدين لقدام ما يصير في حصريه لاي جهاز اذا ظلت بانجي مستقله. بس اذا اجت مايكروسوفت واستولت على ديستني، عادي جدا ديستني ما تنزل على البلاي ستيشن للاعبين ديستني. فيعني شيء يخوف الصراحه. اوكي، فالحين استقلوا عن بعض وصارت بانجي استوديو مستقل وتساوي اللعبه لحالها. ناس يحكوا على تويتر يا ريت شركات كول اوف ديوتي يسووا نفس الشيء عشان يفتكوا من اكتيفيجن وما ندفع اشياء جوا اللعبه وشيء من الكلام. هالشيء صعب، لانه بانجي لما كانت متعاقده مع اكتيفيجن كان عقد شراكه يعني من اول شيء، بينما انفينيتي وورد سلج هامر وات رايارك متعاقدين مع اكتيفيجن، هدول يعني شيء غير. انه اسم كول اوف ديوتي مع اكتيفيجن مستحيل استوديو من هالشركات يطلعوا وياخذوا اسم كول اوف ديوتي. طيب وباقي الشركتين انفينيتي وورد والثانيه، مثلا لو طلعت رايارك انفينيتي وورد وسلج هامر هم كمان بيشتغلوا على كول اوف ديوتي، فاي يعني هالشيء صعب يصير مع كول اوف ديوتي. بس هالشيء لمصلحه كول اوف ديوتي ومصلحه الزومبي، لان اكتيفيجن اضخم لعبتين عندها شو كانوا؟ ديستني وكول اوف ديوتي. اوفر واتش
البليزرد. هي بليزرد شراكة مع اكتيفيجن بس مو نفس شراكة بانجي واكتيفيجن، انه شراكة بانجي واكتيفيجن كانت اكتيفيجن تقريبا بالشراكة هي المالكة فوق بانجي، هي اللي تتخذ القرارات وبانجي تسويها، بينما اكتيفيجن وبليزرد يعني فيكم تحكوا بليزرد مستقلة واكتيفيجن مستقلة بس بشكل من اشكال مرتبطين ببعض، يعني اوفر واتش تحت بليزرد مو تحت اكتيفيجن بشكل كامل. اظن يعني شراكة غريبة نوعا ما، انه شراكة بس كل واحد له لعبته الخاصة فيها ما حد يتدخل بالثاني، بينما اكتيفيجن كان يعني عنده سلطة كاملة على كول اوف ديوتي وديستني. الحين ما عندها ديستني، الحين اكتيفيجن ما عندها غير كول اوف ديوتي. كول اوف ديوتي هي مستقبل اكتيفيجن، تركيزها كله راح يصير على كول اوف ديوتي. فنحن حاليا عم نشوف مع كول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 انه اكتيفيجن تركيزها كله على اعلانات الاشياء المجانيه، الباتل باس والبلاك اوت اكثر شيء، والمالتي بلاير، وساحبين على الزومبي. قالوا الحين خلينا نركز على بلاك اوبس نبي اللعبه تنجح من ناحيه البلاك اوت والمالتي بلاير، وباقي الفلوس نصرفها على ديستني لنسوقها. ومن هالكلام حاليا بس طلعت بانجي وما عندهم ديستني، صار عندهم كول اوف ديوتي بس. فاكتيفيجن تركيزها كله على كول اوف ديوتي، فاظن راح الناس اللي يشتغلوا على الزومبي يعطوهم يعني يدخلوا ناس اكثر يشتغلوا على الزومبي، يقولوا لجيسون بلندل خد هالفلوس كلها، خد هالناس، نبيك تخلي الزومبي تشتغلوا عليه اضعاف، نبي الزومبي ينجح، نبي كل لاعبين الزومبي اللي تركوا كذا يرجعوا للمالتي بلاير والبلاك اوت، يعطوهم فلوس اكثر، ناس اكثر، نبي كول اوف ديوتي تصير شيء جدا ضخم. خلاص الحين ما عندنا غير كول اوف ديوتي، فيعني هم بوضع خطر حاليا وبدهم كول اوف ديوتي تنجح قدر المستطاع، فاكيد راح يركزوا على كل المجالات. حاليا نحن مثل مو مركزين او مثل مو منتبهين انه اكتيفيجن ساحبه على الزومبي بلاك اوبس 4، عم يحطوا لنا اشياء للزومبي بس تركيزهم اعلانيا والاعلانات وكل شيء كله للبلاك اوت ملتي بلاير، ساحبين على الزومبي. اظن هالكلام راح يتغير، ومع الحزمه الثانيه اظن الماب القادم نيوك تاون زومبي راح تشوفوا له اعلان لايف اكشن، بعدين اعلان ثاني، بعدين يحطوا نفس الزمان تشتري ماوتن دي وتاخذ دبل اكس بي بالزومبي والمالتي بلاير. اظن راح هالشيء اللي صار، الخبر اللي هو بين بانجي واكتيفيجن، هالشيء كله لمصلحه كول اوف ديوتي ولمصلحه الزومبي بالذات. انا شايف الموضوع من انا شايف الموضوع بهالطريقه، وان شاء الله يكون هالشيء صح، فنستنى ونشوف. اي شباب، هل فيديو اليوم اتمنى عجبكم بالنسبه للاعبين ديستني، هل انتم مع او ضد هالشيء؟ ترى كمان بانجي يعني ما حد يقول انه فرحانين انه ايه بانجي صارت مستقلة وطلعت من اكتيفيجن. ترى اكتيفيجن كان تعطي فلوس لبانجي بطريقة مو معقولة من الاعلانات وكل شيء، الحين بانجي لازم هي تدبر امورها بحالها، ما عندها حد اللي يعطيها فلوس لتسوي كل شيء. صحيح صارت حرة تسوي كل شيء على حريتها وعلى مزاجها، بس كمان ما عندهم الدخل اللي كان يجيهم من اكتيفيجن، فالدخل كله هاد اللي كانوا يدفعوه على ديستني كله هيروح لكول اوف ديوتي. فاي ممكن يكون هالشيء خطر لبنجي، فاتمنى لاعبين ديستني بالذات شاركونا بالكومنت. انا ديستني 1 لعبت فيها اكثر لعبه لعبتها على البلاي ستيشن 4 هي ديستني 1، حطيت على تويتر من فتره اكثر العاب لعبتها على البلاي ستيشن، اكثر لعبه لعبتها تقريبا 2000 ساعه، اكثر من بلاك اوب 3، اكثر من كل اجزاء كول اوف ديوتي، ديستني 1 كنت جدا احبها. ديستني 2 صراحه يعني باعتها اللعبه شوي. فاي شاركونا بالكومنت شو رايكم، وبس كان معكم شركيال وشركه كيش كوم دي هاد تاني ان شاء الله، مع السلامه.